خطر من هلال جبالي متواصلين معكم من جديد مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في كل مكان على بركة الله وحفظه. يسير هذا الشوط التاسع الذي يحمل في طياته فئة الزمول المحليات الاصايل الهجن ابناء القبائل. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. نتابع معكم هذه الانطلاقة وهذه الاندفاعات المميزة. معاند بالمركز الأول يفتتح النداء بالصدارة لكاسب بن سالم بن كاسب المسافري من يقدم لنا معاند على المركز الأول. المركز الثاني مبعد لسعيد بن مظفر بن خموشة العامري يقدم لنا مبعد في ثاني المراكز ويغير إلى المركز الأول. المركز الثالث وصل هداد لمحمد بن مبارك برويس الكتبي قادم المركز الثالث يقدم لنا هداد على المركز الثالث. المركز الرابع وصل أيضا في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء الزواري لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي يقدم لنا اسم جديد في هذا الشوط الجديد هنا مع المركز الرابع. المركز الخامس دمعان لعتيج بن علي بن هزيم المسافري يقدم لنا دمعان على المركز الخامس. سادس الأسماء وصل في هذه اللحظات المختبر لسعيد بن عبيد بضبيعة الكتبي يقدم لنا المختبر على المركز السادس. بينما ناخذ اللي في المركز السابع مشاهدينا الكرام وصل هنا شاهين لمصبح بن نايع بن صروخ النعيمي قادم من خلال هذه الانطلاقة في المركز السادس. سابع الأسماء وصل في المركز مشاهدينا الاعزاء الثامن في هذه اللحظات زعفران لعلي بن محمد بن مطر بن هلال الجبالي. والمركز التاسع من الجانب الايمن يتدخل هنا مغطي لعبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري. والمركز التاسع هذا هو الواصل والقادم فواز جاسم بن سيف بن طوق العلي. والمركز العاشر ختام هذا النداء الشيقر لحمد بن غانم بالهديفي الكواري. هذه العشرة الزمول الأولى المتقدمة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى البداية، إلى المركز الأول، إلى شعار بن غدير من غير إلى المركز الأول، من انطلق إلى الصدارة. هذا هو الزواري يتقدم بالمركز الأول.
الزواري هنا يعلن حضوره بالمركز الأول للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، يقدم لنا البداية والصدارة، يقدم لنا هذا الأداء الكبير. المركز الثاني يتقدم هنا المختبر لسعيد بن عبيد بالضبيعة الكتبي، حاضر بالمركز الثاني، بينما ثالث المراكز مبعد لسعيد بن مظفر بن خموشة العامري حاضرا بالمركز الثالث، بينما المركز الرابع رابع المراكز دمعان لعتيج بن علي بن هزيم المسافري، يقدم لنا دمعان على المركز الرابع. خامس المراكز معاند لكاسب بن سالم بن كاسب المسافري، يقدم لنا معاند على المركز الخامس، بينما المركز السادس وصل هداد شعار بن مبارك، هنا حاضر محمد بن مبارك برويس الكتبي القادم من ميدان الذيد للمشاركة في ميدان السوان. وتابع أيضا الواصل مطفي عبد الله بن خالد بن حميد المهيري، وصل أيضا الشعار العيناوي، وصل هنا أيضا يتقدم شعار بن طوق، يقدم لنا فواز جاسم بن سيف بن طوق العلي، حاضر هنا شعار بن طوق مع أيضا هذه الانطلاقة الجميلة. وصل أيضا زعفران لعلي بن محمد بن مطر بن هلال الشيبالي راعي صمود، بينما الوصول من شاهين مصبح بن نايع بن صاروخ النعيمي، يقدم لنا شاهين، وصلت الأسماء، وصلت الزمول، تحركت الزمول، أشيقر وصل، حمد بن غانم بن علي، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري، يقدم لنا أشيقر، والواصل أيضا اسباسل محمد بن أحمد بن عبيد الخاطري قادم. هكذا هي الأسماء، هكذا هي الأسماء، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى البداية. إن سألتم أين وصلنا، إن سألتم أين موقعنا، نحن الآن نتجاوز لائحة الاثنين كيلو متر، اثنين كيلو متر ما بقى عن خط النهاية، ما بقى عن الفوز، لنا عودة إلى المركز الأول، إلى شعار الواثق، إلى هجن مرغم، إلى شعار الإنجازات. هذا هو الزواري، يتقدم بالمركز الأول لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، يعلن حضوره بالمركز الأول، وبدأ ينفرد وبدأ يباعد المسار صامدا بالمركز الأول. بالضبيعة قادم بالمركز الثاني، يقدم المختبر سعيد بن عبيد بالضبيعة الكتبي، حاضر بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث القادم مبعد لسعيد بن مظفر بن خموش العامري، يقدم لنا مبعد المركز الرابع دمعان والشعار المكتشف علي بن هزيم بن محمد المسافري، يقدم لنا مبعد على المركز، يقدم لنا دمعان على المركز الرابع. المركز الخامس معاند لكاسب بن سالم بن كاسب المسافري، هذه الخمسة الزمول الأولى المتقدمة، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى البداية، إلى المركز الأول، إلى من انطلق بالصدارة، إلى من أعلن الحضور. هنا الزواري يتقدم، الزواري على الصدارة لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير. ثاني المراكز هنا يتقدم المختبر في كيلو الاختبار سعيد بن عبيد بالضبيعة الكتبي، والقادم شعار مظفر شعار العملاق العيناوي، سعيد بن مظفر بن خموش العامري، يقدم لنا مبعد، ولكن لا زال بالمركز الأول، لا زال شعار الواثق على المركز الأول. حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، وين السلام بيغادر؟ هل يغادر إلى مرغم أم يغادر إلى نزوة؟ الأمتار الأخيرة، يا لها من تحديات، يا لها من إثارة. بدت الإثارة الزمول بالهدير، بدت الزمول بالإثارة، الله الله الله. ولكن الزواري غادر بالناموس، غادر بالناموس
الفانوس للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، يقدم لنا جديدة، يقدم لنا جديدة، يقدم لنا اسم جديد في هذا الموسم الجديد، لينضم إلى القائمة، لينضم إلى قائمة الأسماء المميزة. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وتهانينا للتبر محمد بن راشد بن غدير الكتبي وأبناء بن غدير كافة، وأنجالهم وسلام مرغم سلام، سلام مرغم سلام، سلام بوابة الناموس سلام. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، شكرا يا الديرمو على هذا الأداء الجميل. الحميدي بن سالم العمري المركز الثاني المختبر ما قصر. تهانينا لأبو عبيد سعيد بن عبيد الضبيع الكتبي المركز الثالث دمعان، لعتيج بن علي بن هزيم المسافري المركز الرابع، شعار بن طوق جاسم بن سيف بن طوق العليلي مع فواز المركز الخامس، شعار بن خموشة أتى في